اهلا بحضراتكم من جديد. للاسف الشديد امبارح كان في مشهد مؤسف، بل مؤسف جدا جدا في استاد بيتروسبورت. اعتقد الكثير من جماهير ومتابعي الكره المصريه شافوا. لكن النقطه في ايه يا جماعه؟ النقطه ان المشهد ده مش جديد، وان المشهد ده البطل بتاعه طايح في الكل، في المنظومه كلها، عادي عادي مفيش اي مشكله، ده بيحصل على مرأة ومسمع الجميع. يعني المشكله كمان في ايه؟ ان مفيش حد بيعاقب، مفيش حد حتى بيلوم اللي انت بتعمله ده في الاخطاء اللي قبل كده عشان ما نوصلش للخطأ ده، او عشان ما نوصلش للكارثه دي، او عشان ما نوصلش للمشهد ده. فانت ما كنتش بتعاقب قبل كده، فكان طبيعي جدا انك توصل للمرحله دي. احنا مش ضد ان اي حد يحتفل، بالعكس، اللي كسب واللي عمل مجهود كبير واللي كان نتيجه المجهود ده انه يفوز ببطوله يحتفل ويعمل كل اللي هو عايزه، يعمل كل اللي هو عايزه، حقه حقه 1000000%. لكن الاحتفال ده ما يكونش فيه تجاوز او خروج عن النص في حق الجمهور. انت كان المفروض ايا كان بقى الجمهور ده مين، انا ما اعرفش موقف الاتحاد لو كان شاف المشهد ده في بعض اللاعبين بيتجاوزوا او بيخرجوا عن النص في حق جمهور معين مثلا غير جمهور النادي الاهلي، كان هيبقى موقفه ايه؟ انا ما اعرفش. لكن عند الجمهور الاهلي وقف، عند الجمهور الاهلي ولا لازم يبقى في موقف، عشان انت ما عملتش او عملت نفسك مش واخد بالك ان في لاعب او اكثر تجاوزوا في حق النادي الاهلي، فكان الطبيعي والتدرج الطبيعي ان الناس دي هتتجاوز في حقك. عشان عملت نفسك مش واخد بالك في اللي حصل لجمهور النادي الاهلي وخروجه عن النص في حقه، فطبيعي جدا ان هيحصل فيك كده، ان احنا نشوف لاعب بيتجاوز وماسك في رئيس اتحاد الكوره. كارثه كبيره، كارثه كبيره، مشهد ما كناش ابدا ان احنا نتمنى ان هو يحصل. فدي جزئيه بصراحه لفتت نظرنا، مش احنا بس، ده كل الناس. يعني معرفش الاعلام هيتكلم فيها ولا لا، معرفش هيبقى فيه عقوبات ولا كالعاده مش هيبقى فيه، لان اللاعب ده بيلاقي اللي بيسقف له بيقول له برافو، ما بيلاقيش اللي بيعاقبه على غلط عمله. فمن امن العقاب بس، زي ما انت بتقول كده. فمش علق كتير على الجزئيه دي في الحقيقه. يعني خلينا نشوف ترند الاهلي فيه ايه، واهم وابرز الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي فيه.